مساكم الله بالخير مشاهدينا ويا هلا فيكم في حلقه جديده بالبرنامج مجتمع واعي. مساكم الله بالخير ومساء الخير لولو. مساك الله بالنور والسرور فواز، مساكم الله بالخير مشاهدينا. حلقه اليوم راح نسلط من خلالها الضوء على العديد من الجهود اللي تم بذلها من اجل ان يحظى ويستفيد المواطن والمقيم من الخدمات الحكوميه بكل يسر وسلاسه، بالاضافه لتحقيق مبدا التباعد الاجتماعي وتعزيز فكره البقاء في البيت والخروج للضروره فقط. ويا جماعه ترى حتى لو احنا قالوا لنا افتحوا لنا كل شيء، حتى لو كل الحياة ردت الاقتصادية ردت طبيعية، هذا مو معناته ان احنا نطلع أبد لغير الحاجة. ابد ابد. البحرين شو اللي نقدر نقوله وشلون نقدر نرد على اللي قاعد تسوي لنا وشنو ممكن نقدمه عشان نرد الدين لهالديرة؟ البحرين تحتضن الجميع وترعى الجميع. البحرين هي الحضن الدافي اللي يضم كل ابنائه في الضراء قبل السراء. البحرين اللي قال بانيها ومؤسس نهضتها جلالة الملك الله يحفظه ويرعاه بأني بعت كل شيء واشتريت صحتكم. نعم، هذه هو الوطن وهذه هو ملك القلوب، قائدنا وملهمنا، وإحنا نعلنها للعالم كله، وكلنا ولاء لجلالة الملك وكلنا فخر بهذا الوطن يا لولو. بالفعل يا فواز، يعني جلالة الملك فعلا باعوا كل شيء واشتروا صحتنا بالفعل. وقدموا العديد من الجهود اللي إحنا كل يوم قاعدين نستعرضها لكم يوم ورا يوم، وكان الطلب بالمقابل جدا بسيط، بس الالتزام بالاجراءات الاحترازيه، هذا المطلوب منا في سبيل كل الامور اللي قاعده تبذل كل الجهود اللي احنا قاعدين نشوفها، واحنا اليوم بعد كلنا قاعدين نجتهد ونعمل من اجل الوطن والحفاظ على مكتسباته والارتقاء به للاعلى المستويات باذن الله، كلنا فخر بكوادرنا الطبيه والعسكريه والقضائيه والتشريعيه، كلنا فخر بكل شخص في البحرين ملتزم بالاجراءات. احنا اليوم ان شاء الله راح نواصل معاكم وراح نبث لكم وراح نثبت حق الكل بان احنا فعلا فريق واحد وهو فريق البحرين. بالفعل وفريق البحرين بفضل التوجيه المستمر من سمو رئيس الوزراء والقياده الحكيمه له من قبل سمو ولي العهد، حصد العديد من الاشادات الدوليه بفضل الجهود الكبيره والخطط الاستباقيه اللي تم اتخاذها والاجراءات الوقائيه اللي همها الاول والاخير هو سلامه المواطنين والمقيمين. نبدأ معاكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد المفدى حفظه الله ورعاه، استقبل معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أشاد جلالة الملك الله يحفظه بالدور المهم اللي تطلع به أو تطلع به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة الدين الإسلامي الحنيف ونشر تعاليم السمح القائمة على الاعتدال والوسطية ونبذ التطرف والتعصب. وأعرب جلالته عن تقديره للجهود الطيبة اللي يبذلها مجلساء الأوقاف في رعاية شؤون دور العبادة وحرصهم المتواصل على حث كافة المواطنين والمقيمين على الالتزام
بالنصائح الوقائية اللي تساهم في مواجهة جائحة كورونا حفاظاً على أمنهم وسلامتهم. ومن جانبه أكد معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حرص الوزارة المستمر على توفير كل أشكال الدعم لرعاية دور العبادة وتعميرها بما يمكنها من أداء دورها على أكمل وجه مع مراعاة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية. وبتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد المفدى حفظه الله ورعاه، شارك معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ممثلا عن جلالته في الاجتماع رفيع المستوى حول تمويل التنمية في عصر جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 وما بعده، والذي دعت إليه الأمم المتحدة بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات. وخلال الاجتماع اللي عقد عن بعد تمت مناقشة آخر تطورات وانعكاسات الجائحة وأهم الآثار المترتبة عليها وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، كما تم التركيز على وضع الحلول الناجحة لتحقيق سرعة الاستجابة الطارئة بهدف تعافي جميع القطاعات وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة من شأنها أن تساهم في انتعاش الاقتصاد العالمي وتحقيق الاستدامة المالية. وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة كافة الجهود والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللي قامت فيها الدول المشاركة لمواجهة التحديات اللي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، كما تم التطرق إلى أهمية تحفيز الاقتصاد العالمي بما يتلائم مع الظروف الحالية ويحقق التنمية المستدامة. وفي خبر آخر أيضا، أعلن سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص بدأت فعليا بصرف رواتب موظفيها البحرينيين لشهر مايو، واللي تكفلت الحكومة الموقرة بدفع أجورهم. وأكد حميدان أن الوزارة راح تقوم بمعالجة الفورية لأي تأخير أو صعوبات إن وجدت في عملية الصرف، داعيا جميع المنشآت إلى دفع الرواتب في مواعيدها المقررة. وفي الخبر الأخير، قالت وزارة الصحة أنها وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تواصل جهودها للحد من انتشار الفيروس، حيث بدأت يوم أمس الأربعاء بالزيارات التفتيشية على الصالونات ومحلات الحلاقة والتجميل واللي يبلغ عددها 4200 منشأة من أجل التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية. وفي هذا السياق بيّنت الدكتورة نجاة أبو الفتح مديرة إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة أن فريقاً من قسم صحة البيئة بمجموعة صحة المياه والمؤسسات قامت بتقديم محاضرة للمفتشين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تضمنت شرح الاشتراطات الصحية وكيفية التفتيش على المنشآت، كما تم إعداد استمارة للتسجيل أثناء الزيارات التفتيشية للصالونات والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية. طبعاً ومن منطلق حرص وزارة الصحة على صحة وسلامة أفراد المجتمع، أصدرت إرشادات تعليمية خاصة بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الصالونات ومحلات الحلاقة والتجميل على موقعها الإلكتروني. أكبر مشكلة في كورونا إنك ممكن تكون مصاب وإنت ما تدري، أقصد إنك تعيش يومك طبيعي ما تحس بأي أعراض، بس في الواقع تنقل العدوى إلى شخصين أو ثلاثة، وهالشخصين ينقلون العدوى لشخصين أو ثلاثة، وبهالطريقة ينتشر الفيروس وتصعب السيطرة عليه. لكن لو قعدنا في البيت وطبقنا التباعد الاجتماعي، يعني مثلاً لو هالشخص ما زار صديقة، لو هالشخص اشتغل من البيت، لو هالشخص ما راح السوق، لو هالشخص ما راح جمعة الأهل، لو كلهم التزموا بالتعليمات، راح يقل عدد المصابين من 406 إلى 15 مصاب فقط، ويمكن أقل. بالتالي راح يقل الضغط على الكادر الطبي وتتحسن جودة الخدمات الصحية. هذا الحد الفاصل بين الانحسار والانتشار، والفرق هو أنت. مشاهدينا، راح ننتقل معكم إلى فواز اللي راح يستعرض آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين لهذا اليوم. تفضل فواز. شكراً للوة. بالتأكيد راح نستعرض في هذا العرض آخر الإحصائيات اللي أصدرتها وزارة الصحة حتى اليوم الخميس 28 مايو 2020. بلغت الحالات القائمة 4618 حالة، ووضع الحالات المستقرة ولله الحمد يبلغ 4609 حالات، فيما تبقى أو يبقى 9 أشخاص تحت العناية، ونتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب.
الحالات القائمة التي تتلقى العلاج تبلغ 34 حالة، أما المتعافون فيبلغون 5419 متعافي. الوفيات 15 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. وقد أجرت مملكة البحرين أكثر من 296 ألف فحص، وهي النسبة التي تتفوق فيها البحرين على أكثر دول العالم تأثراً بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. يعني حصيلة حالات اليوم الخميس في مملكة البحرين رصد 360 حالة جديدة بفيروس كورونا، منها 252 حالة لعمالة وافدة و108 حالات لمخالطين، وتعافي بالتالي 267 حالة. هذا كل ما لدي، وأعود لشلو. شكرا لك فواز، والله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله. قامت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية بالعديد من الإجراءات ضمن الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا في الميدان، وأيضاً على مستوى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية الهادفة للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع. بالفعل، ومن بين هذه الجهود نفذت إدارة تقنية المعلومات والنظم الإلكترونية عدة مشاريع تقنية، حيث قامت بالتنسيق للاجتماعات عن بعد باستخدام نظام التيمز، كما تم العمل على التوثيق الإلكتروني واللي تم من خلاله إجراء معاملات التوثيق للنزلاء عن بعد ما بين الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل وإدارة التوثيق في وزارة العدل. طبعا الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسر لنا يكون معنا في استوديو مجتمع واعي العميد محمد عبد الله الحرم، الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية. مساك الله بالخير سعادة العميد. مسي عليكم على المشاهدين. في الواقع أنا حبيت أشكركم على هذه الاستضافة. صراحة برنامجكم له دور كبير في إبراز جهود كافة القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة في المساهمة في دعم المشروع أو الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا. في الواقع الأزمة كبيرة، صحيح، وعانت منها معظم الدول، ولكن ولله الحمد إحنا في مملكة البحرين وبفضل جهود هذا الفريق الوطني لمواجهة فيروس كورونا استطعنا أن نصل إلى بر الأمان. استطاع هذا الفريق أن يسطر بحروف من ذهب أفضل الممارسات والأساليب في مواجهة هذه الأزمة. طبعاً هذه الأمور ما كانت راح تتم لولا فضل جهود هذا الفريق، ولولا فضل جهود القائد المحنك الذي دار هذه الأزمة. فهنيئاً لنا في مملكة البحرين بوجود قائد محنك أدار هذه الأزمة بجدارة. هنيئا لنا بوجود سيدي صاحب السمو ولي العهد حفظه الله ورعاه. الله يحفظه ويرعاه. فيما يتعلق بجهود وزارة الداخلية وتحديدا أيضا إدارة تقنية المعلومات والنظم الإلكتروني سعادة العميد. بالضبط الله يسلمك. طبعا احنا بتوجيهات من سيدي صاحب المعالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة حفظه الله ورعاه. طبعا تنفيذا وحرصا منه على تنفيذ التوصيات الصادرة من الفريق الوطني، قمنا بالعديد من المشاريع. هذه المشاريع الهدف منها أولا التواصل فيما بين الإدارات
المختلفة في وزارة الداخلية. هذا أولا. ثانيا الهدف الثاني منها عدم انقطاع الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين. وأنا اسمحوا لي أني هني شوي يعني أفصل. وزارة الداخلية هيكل كبير، منظومة كبيرة، الامبريلا كبيرة عندنا، صحيح. فالتواصل فيما بين مهم، والتواصل فيما بين الأجهزة الحكومية في الداخل محليا وخليجيا وإقليميا وعالميا أيضا مهم لوزارة الداخلية، صحيح. الأمر الثاني الخدمات، يمكن الكثير منا لا يعي حجم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية. إحنا اليوم في وزارة الداخلية نقدم قرابة 400 خدمة للمواطنين. هذه الخدمات تقدم من مختلف الإدارات في وزارة الداخلية. على سبيل المثال إدارة المرور تقدم العديد من الخدمات، إدارة الدفاع المدني، الجنسية والجوازات والإقامة، خفر السواحل، العديد العديد منها. طبعا التوجيهات أتت لضمان هذه الأشياء. فإحنا قمنا بعدة مشاريع أنا راح أسردها لكم. أولها طبعا الاجتماعات عن بعد. إحنا ما نختلف عن باقي الوزارات في الدولة، إحنا من ضمن هذه المنظومة، وبتوجيهات من الحكومة الإلكترونية تم اعتماد برنامج تيمز ليكون هو الأداة الأساسية، صحيح. في إجراء الاجتماعات. نعم. طبقنا هذا النظام واستفاد منه قرابة 1300 مسؤول. ما شاء الله. طبعا منحناهم احنا الصلاحية للي يحتاج. في أشخاص ما يحتاجون انهم يتواصلون. بالفعل. قدرنا ولله الحمد ان نعقد قرابة 3400 اجتماع من خلال هذا البرنامج. خلال هذه الفترة. نعم. نعم. أنا أبين لك حجم العمل في هذه الوزارة، وزارة عريضة، وزارة حجمية بالفعل، ودورها مهم في المجتمع كله. أكيد يعني انتقالكم إلى استخدام التكنولوجيا أصبح أمر حتمي وخصوصا في هذه الأزمة. هل قمتوا بتوعية الموظفين، وهل هناك دور ملقى على عاتقكم في توعية أو زيارة توعية التوعية حول الاستخدام الإلكتروني؟ والله دكتورة خليني أكون معك صريح، اسم برنامجكم مجتمع واعد. نعم. والبحرين مجتمع واعد. بالفعل. أنا أقدر أقول لك والله أن هذا البرنامج متاح ترى أونلاين، واليوم ما عاد في حاجة للشخص أنه تدربينه. اليوم الشخص بروحه سلف يقدر بروحه يعني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يتدرب. والله أنه ما دربنا أحد. مجتمع واعي. نعم. فعلا ومثقف إلكترونيا. بالضبط. نعم. بالضبط يعني دكتورة ما 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 سوينا أي تدريب، مجرد ركبنا البرنامج أعطيناهم نبدأ عن استخدامه، ولكن التدريب لا حش ما سوينا تدريبات. يعني أقول لك ترى يعني نوعية موظفين وزارة الداخلية ترى إحنا يعني توظيف عندنا إيه نعم كفاءة عالية ولله الحمد. فما ما ما دربنا استكمالا طبعا للسؤال. نعم. للمشاريع. نعم. فاستفاد منها مثل ما قلت لكم أكثر من 1300. المشاريع الثانية أو المشروع الثاني اللي قمناه هو مشروع مهم طبعا بالتنسيق مع وزارة العدل. نعم. طبعا هذا المشروع يخص وزارة العدل، ولكن احنا بالتنسيق معهم أنشأنا فروع للمحاكمات في منطقة يو. نعم. هذه هي القاعات تتبع وزارة العدل، تدار بواسطة وزارة العدل. احنا دورنا كان تزويدها بالربط الإلكتروني الآمن، وتزويدها بالأنظمة والأجهزة الحديثة التي تساهم في النقل عبر الأثير لهذه المحاكمات. طبعا لها دور كبير، وهذه أول قاعة محكمة هي تخص وزارة العدل، هي تدار بواسطة وزارة العدل، ولكن دورنا كان تقنيا ويعني التوصيل والربط الإلكتروني. جميل. المشروع تقريبا الثالث هي كانت فكرة من سعادة مدير عام الإدارة العامة للإصلاح، يحق وكيل الوزارة وقال له ترى أنا ما أبي الزيارات المباشرة للنزلاء. نعم. تتوقف. نعم. طبعا وعندنا نبقى نشوف طريقة لحل هذا الموضوع، يعني رعيته حتى الجانب الإنساني في مصلحة والحقوقي. بالفعل. بالضبط أخي العزيز. على طول قلنا نعم نقدر. إحنا قمنا بتزويد هذه الإدارة بالأجهزة اللوحية هي للتاب. جميل. الحديثة الموجودة في السوق. نعم. وصراحة دعمنا في هذا المشروع سيدي معالي الوكيل الشيخ ناصر بن عبد الرحمن، بل نشد على يدنا
وزودنا بجميع يعني التجهيزات لهذا المشروع، وتم عرض الموضوع على سيدي معالي وزير الداخلية. طبعا معالي الوزير قال الآن يطبق خلال يومين مباشر. نعم خلال يومين معالي الوزير قال يطبق، وأبي أبى أشوف شو اللي يصير، وفعلا طبقنا هذا النظام. طبقته طبعا الإدارة العامة للصلاح والتأهيل، يعني ما أقدر أقول لكم شنو الأوتكم الفيدباك. الآن النزلاء ما يبون الزيارات القديمة الفيزيكال، يبون يستمرون في هذا النظام. جميل جدا. كان في السابق نقوم أو تقوم الإدارة بعدد 100 زيارة، الآن الإدارة تقوم بعدد 140 زيارة بشكل يومي. الأهالي مرتاحين والنزلاء مرتاحين. نعم. ولكن أنا مثل ما تفضلتم الجانب الإنساني لمعالي الوزير ومعالي الوكيل قالوا الآن أنا ما أبي ينقطعون، خاصة في ذيك الفترة. صح. كانت يعني الفترة عصيبة. توتر. إيه نعم. توتر والناس خايفة وين عيالنا وين. معالي الوزير قال اليوم تطبق واللي يصير يعني اللي تبونه بيصير. خلى الأسر تطمن على عيالها. نعم نعم. والآن الآن الحمد لله يعني المستمرة وبنستمر إن شاء الله عليها لأنها مريحة الجميع. جميل. صدقت صدق. في نفس السياق. نعم. دكتورة عندنا التوثيق الإلكتروني. نعم. وهذه شيء جديد في 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 وزارة الداخلية. صحيح. وفي وزارة العدل احنا طبعا بالتنسيق مع إدارة التوثيق قدرنا ان احنا نربط الإدارات التابعة للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل. نعم. مع إدارة التوثيق اليوم النزيل ما له داعي انه يروح للمحاكم ويوثق او 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 يوكل محامي او يوكل احد قاربه لأي معاملة، اليوم وهو قاعد من خلال برنامج تيمز يقدر يخول ورجل التوثيق موجود. والخبر المفرح ان التوقيع الالكتروني الان اعتمد ما شاء الله من خلال هذه الانظمه اللي وفرناها ولله الحمد. طبعا يعني سهلنا عده امور. طبعا يعني ما تدري شلون احنا قدرنا يعني بفضل هذه التطبيقات يعني قدرنا امور كثيره يعني نتعداها. قدرنا من خلال هذه التطبيقات احنا نحافظ على رجال الامن والنزلاء ورجال القضاء. حققت مبدا التباعد الاجتماعي بالضبط. لكن كان التواصل مستمر والعمل مستمر ما انقطع وبالعكس يعني زاد الاداء وزادت الكفاءه يعني فعلا فعلا حميناهم من انتقال العدوى وحمينا انفسنا وحمينا النزلاء. وفرنا الجهد وفرنا المال وفرنا حمينا البيئه. انت تطلع سياره اليوم وسيارات تنقل انت تلوث البيئه عوادم السيارات قللنا استخدام بنيه تحتيه كثير من الامور. بالضبط بالضبط. احنا يمكن سعاده العميد احنا قاعدين نسرد هذه الامور لكن ما المشاهد يمكن يتوقع ان هذه العمليات تتم بسهوله ويسر وراها شغل دؤوب وراها بالضبط. رجال قاعدين يؤدون واجبهم الليل بالنهار يوصلون العمل بالضبط. عشان توصل هذه الخدمات لكل اللي محتاجين لها من ادارات عامه من وزارات. انتم اليوم بعد تقدمون الخدمات اللي ذكرت سعاده العميد حتى حق بقيه الوزارات. انا راح اتواصل معك ونواصل معك الحديث سعاده العميد محمد عبد الله الحرم بالتاكيد، لكن بعد هذا التقرير اللي يستعرض جهود اداره تقنيه المعلومات والنظم الالكتروني نتابع وياكم. We'll be right back.
حياكم الله من جديد، وبالتأكيد تابعنا الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية، ونواصل الحديث أيضا مع العميد محمد عبدالله الحرم، ونتكلم أيضا عن التعليم عن بعد. يمكن احنا تطرقنا حق عدة مشاريع من جانبها التعليم عن بعد في الأكاديمية الملكية للشرطة، يعني كيف يمضي هذا المشروع؟ والله أستاذي، يعني بالتنسيق طبعا مع الأكاديمية الملكية للشرطة، نعم، الفريق التقني اللي معاهم، استطعنا أيضا أن نربط الفريق أو القاعات المحاضرات الموجودة في الأكاديمية الملكية للشرطة أيضا بتطبيق تيمز. هذا التطبيق أصبح الآن شائع الاستخدام، نعم، وهو تطبيق رسمي. الآن هذا التطبيق مطبق في الأكاديمية الملكية، الطلبة في بيوتهم والمحاضرين في الأكاديمية، الطلبة يتلقون التعليم عن بعد. حوالي 127 إلى 130 طالب استفاد من هذا التطبيق ويتلقى التعليم عن بعد، وكذلك يتم إعداد الامتحانات الكويزز أيضا من خلال هذا البرنامج عن بعد. أيضا هذا وفرنا نحن الحماية للطلبة وللطاقم التعليمي في الأكاديمية الملكية، طبعا مستمر وراح يستمر حتى يعني انتهاء من هذه الجائحة إن شاء الله. الجائحة، ولكن أرجع لمشاريعنا أيضا إذا تسمح لي. تفضل. من ضمن أيضا المشاريع اللي سويناها، وهي طبعا أمور أيضا يعني مهمة لازم أذكرها لكم، التجديد الحبس الاحتياطي. عندنا احنا تقريبا 4 فروع تتبع الإدارة العامة للصلاح والتأهيل، هذه جميعها حبس احتياطي، فرعين في مدينة عيسى وفرع في يو والفرع الآخر في الحوض الجاف، هذه جميعها الآن مربوطة بوكلاء النيابة طبعا بالتنسيق مع النيابة العامة، تم ربطهم. الآن تجديد الحبس الاحتياطي أيضا يتم عن بعد للإناث والذكور، ما لا داعي أن ننقلهم ونكلف عليهم ونتعبهم. فالآن الحبس الاحتياطي عن بعد من خلال برنامج تيمز، اختصرنا موضوع زيارات النيابة العامة بالضبط يا طويل العمر. والآن احنا في طور تطبيق برنامج آخر غير تيمز، هو يعني برنامج خاص بوزارة الداخلية، نعم، يعني نسمينا إنهاوس، وراح يطبق إن شاء الله. الابتكار جميل جدا. نعم، راح يطبق الآن، يستبدل بتيمز بهذا البرنامج، هو أكثر أمان، وبرنامجنا احنا قايمين به مسمينا في أيدي وطنية. بالضبط يا طويل العمر. هذه طبعا من 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 ضمن المشاريع. طبعا هذه كلها مثل ما تفضلت وقلت لك أنا، إن هذه تبرز يعني كفاءة، تبرز الكفاءة أو تبرز أن وزارة الداخلية تؤكد على مبدأ الشراكة المجتمعية. معالي وزير الداخلية أو أول ما يعني تولى زمام هذه الوزارة، أول شيء يفكر فيه الشراكة المجتمعية، وأنشأ إدارة كاملة لشرطة المجتمع. إحنا همنا الوحيد الشراكة المجتمعية، واللي شفتوه واللي استعرضته معاكم كله تم بشراكة مجتمعية، سواء بيننا وبين القطاعات الحكومية أو الخاصة أو الجمهور. نعم. فهذه يعني الأمور جدا مهمة. يعني ما شاء الله أنشطة يعني نرفع لها القبعة، وأيضا شفنا يعني برامج كاملة قاعدة تتم والانتقال السلس تكنولوجيا، لكن من في موضوع تحديدا توثيق المرئي وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد في الإصلاح والتأهيل تحديدا، إلى أي حد أنتم لمستوا احتياجات النزلاء أو رضاهم عن مدى الخدمة اللي قدمتوها لهم؟ والله يعني دكتورة، طبعا مثل ما أنا قلت لكم، النزيل ترى يعني صعب عليه أنك تودي مستشفى اليوم، أنت عشان تروح المستشفى خاصة في ظل هذه الظروف في إجراء تطبق عليك، ولكن إذا كان النزيل في شيء عادي، مرض عادي، يتم عمل اللي هو الفيديو كونفرنس بينه وبين الطبيب، إذا كان يحتاج إنه وصفة كتب له الوصفة، أما إذا احتاج كان إنه يشوف الدكتور طبعاً يحدد له موعد ويروح. ولكن الرضا مثل ما بينت لكم جدا كبير، أريح للجميع ترى، يعني عناء الذهاب إلى المستشفيات الآن صار شوية صعب، أريح حتى حق النزيل سعادة العميد. يعني بالضبط أستاذي، فالآن أريح أريح وأأمن وأأمن ولنا إحنا، فما تصورين يعني أنا مثل ما بينتش النزلاء الآن قالوا لنا ما نبغي غير الخدمات الإلكترونية. نعم، لأن أريح لهم وأريح لأهاليهم. صحيح. وهذا أيضا ينطبق على التوثيق الإلكتروني، قبل كان يتطلب ياخذ له موعد ونحدد الموثق او الكاتب العدل اللي بيوثق، فالان لا، الان اونلاين
بكل سهولة، وهو قاعد محله يوثق ومرتاح، وايضا اللي يوثق مرتاح والنزيل مرتاح وحمينا الجميع. أكيد. انا اهم شيء يعني عندنا احنا نحمي الجميع من انتقال العدوى، هذه التنقلات تنقل العدوى. صح. فاحنا كان همنا ان النزيل يبقى امن بعيد عن هذا بالضبط الفيروسات. بالضبط. انا في الحقيقه لو بتكلم عن وزاره الداخليه بحتاج الى حلقات وحلقات على جهودها ونشاطها، يعني ما ودي اختم معك هذه. انا عندي بعد والله، بس اذا انت بتسمون من كلمه اخيره سعاده العميد، يعني انا والله يعني في الواقع اشكركم، اشكر جهودكم، اشكر هذا الفريق واجب. وهذا البرنامج اللي مثل ما قلت لكم ابرز جهود الفريق الوطني لمواجهه فيروس كورونا. كل التوفيق لكم ولتلفزيون البحرين على هذه الجهود، واتمنى من الله ان يعني ان شاء الله عن قريب نسمع الاخبار الزينه اللي انتهى من هذا، من هذه الجائحه ان شاء الله يا رب، ونحتفل اجمعين ان شاء الله بهذه اللحظه. واكيد يعني جهود مميزه حق وزاره الداخليه مثل ما قال فواز، احنا لو عددناها ولو ذكرناها ولو قعدنا كل ليله نحطكم في كل موقع، ما بنوفيكم حقكم ولا نعطيكم ولا نقدر جزء من الامور اللي قاعدين تسوونها. وشفنا شلون هذه النقله في تامين، ويعني احنا اذا قلنا امن وايسر واسهل في ناحيه الانتقال الالكتروني في الخدمات المقدمه. الله يطول عمرك دكتور، هذه الجهود انا مثل ما قلت لكم لن تتم بدون دعم معالي وزير الداخليه ودعم معالي الوكيل وسعاده رئيس الامن العام، كلهم هذا لهم جهود الصراحه، اجتماعات بشكل يومي، كل همهم دعم الجمهور ودعم البحرين. فاحنا يعني احنا محظوظين عندنا يعني قيادة مثل هذه القيادة. بالفعل احنا محظوظين بهذه القيادة، ومحظوظين ايضا بوزارة الداخلية اللي واقفة معانا في كل هذه الامور. والمطلوب منا بس احنا ان احنا نلتزم بالاجراءات، هذا الشيء الوحيد اللي عشان نقدر نرد لهم هذا الدين اللي هم قاعد يسوونه. شكرا جزيلا لك دكتورة. شكرا استاذ محمد عبد الله الحرم الوكيل المساعد، شكرا لكم للتخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية. شكرا جزيلا لكم. فاصل مشاهدينا وبالتاكيد راجعين لكم. قسما ووعدا نصون ونحمي البلد، ملكا وحكومة وشعبا، أرضا وجوا وبحرا. البحرين أمانة في أعناق رجال الداخلية، خدمة المجتمع من القيم الأساسية، جيلا بعد جيل ينقل رجالها عهدا ورسالة، العمل بإخلاص وتصميم على أمن المواطن والمقيم. حياكم الله من جديد. يعني أنا يمكن أسأل لولو بالنسبة حق العيد، تعودنا في الأعياد والمناسبات سواء في شهر رمضان المبارك أن معاكم على الهواء، وحتى في عيد الفطر السعيد ان احنا نتزاور، لكن في هذا رمضان في هذا الشهر الفضيل ما تزاورنا ولا تجمعنا مثل جماعاتنا القبليه. حتى في الاعياد تعودنا نروح المسرحيات، نروح المجمعات، نزور السينما، لكن في هذا العيد التزمنا بالتباعد الاجتماعي، قعدنا في بيوتنا، واشتقنا حق من يا لولو؟ حق البحرين؟ اكيد اشتقنا حق البحرين، لكن تصدق فواز اللي خلينا مؤمنين ان بنرجع بنحضن هذا الوطن، بنحضن شوارعه، بنحضن مجمعات. تستدرين اجمل تعبير سمعته، بنحضن هذا الوطن من جديد. اي والله بنحضنه مره ثانيه. أيوة اكيد راح نرجع، راح ترجع الحياه طبيعيه، وهي كلها فتره وتعدي ان شاء الله يا رب. وحتى لو ما شفنا اهلنا، اكو مثل ما قالوا دام الداخليه صاروا يسوون كل شيء اونلاين، احنا عندنا كل شيء الاجهزه في يدنا ونقدر نتواصل. بس الاهم ان احنا نحافظ على البحرين ونحافظ على هذه البلد اللي اعطانا الكثير. واكيد الحين احنا بعد ننتقل معاكم ونشوف معاكم بحريننا الجميله. بابوك منك لولو، انا احنا رايحين بنحضن البلد بس عن بعد. خلينا نروح بنشوفها عن بعد ونشوف هذه اللقطات الجميله لبحريننا الجميله فعلا. والصور هذه احنا اذا نعكسها لكم يوميا، احنا بنأكد
على ان البحرينيين متخذين مبدا التباعد الاجتماعي. احنا حتى لو كان مسموح لنا ويقولوا لنا ترى انتم تقدرون تطلعون، ترى المجمعات مفتوحه، ترى كل شيء مفتوح، الا ان احنا عندنا وعي. وعي بالضبط، انضباط ذاتي قالها جلاله الملك نصا، انضباط ذاتي. احنا مواطنين نتميز بهذا الشيء وقاعدين نثبته. هذا الشوارع نشوف فيها الحركه جدا خفيفه، الحركه اصلا قاعده تعكس لنا ان فعلا هذين الاشخاص طالعين عشان مقاضي، يبين انه رايح يسوي غرض. هذه الشوارع اللي يعرف البحرين عدل يدري ان هذه الاوقات تكون زحمه، خصوصا اذا اجازه، واحنا الحين اجازه. تتكلمين عن ليله الجمعه، يوم الخميس، بكره اجازه وعقب بكره اجازه، واحنا للحين في افراح الاعياد، وتشوفين شوارع محافظه العاصمه بهذا العدد القليل واليسير من المركبات، تقولين بالفعل البحرين مجتمع واعي، البحرين مجتمع مثقف، مقدر لعمل حكومته، مقدر لمحبه القياده له. خلينا نشوف هذه اللقطات لولو ونحتضن البحرين واحنا نشوفه، ونرجع بالتاكيد لمجتمع واعي. وطني يا روض الخليج النادي، يا طيره يا طيره الغرد الطروب الشادي. وطني يا روض الخليج النادي، يا طيره يا طيره الغرد الطروب الشادي. يا فخره وبه الحصون منيعة، يا فخره وبه الحصون منيعة، يا عزه رغما عن الحساد. ومسرتي يا من فرحت لذكره،
أرسلتها بمحبتي ووداني. وطني 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 هيا روض الخليج النادي يا طيره يا طيره الغريب الطروب الشادي. حياكم الله من جديد. بالتأكيد وطني أيا روض الخليج النادي. بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتقليل أمدها مع تحقيق الضمانات القضائية، اعتمدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مقر مؤقت للمحاكم في منطقة جو في إطار تحقيق متطلبات المحاكم الجنائية عن بعد وتيسير إجراءاتها. وتهدف هذه الخطوة إلى وضع حلول أكثر يسراً لإجراء التحقيق والمحاكمة لجميع أطراف الدعوة الجنائية عبر الاستفادة من الوسائل التقنية المتقدمة مع عدم الإخلال بمقتضيات المحاكمة العادلة ودون مساس بحقوق الدفاع أو حتى الضمانات المقررة قانونياً. خلينا نشوف معاكم مشاهدينا الكرام التقرير التالي اللي سلط الضوء على أول محاكمة أجريت عن بعد، وراجعين لاستكمال باقي فقرات برنامج مجتمع واعي. طبعا للحديث أكثر عن جهود وزارة العدل في تحقيق الضمانات أو الخدمات القضائية والضمانات القضائية، صرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد عبد الرحيم بوشيري، الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. مساك الله بالخير وكل عام وانت بخير، وإحنا لازلنا في أعياد الفطر السعيدة. هل لكم أعطائنا نبذة حول التوثيق الإلكتروني للمحكومين؟ مساء الخير الأخ فواز والدكتورة لولوة.
لو تسمح لي بس في البداية طبعاً أحب أشيد بدور برنامج مجتمع واعي وأثر الكبير في تثقيف كافة أطياف المجتمع من مواطنين ومقيمين حول جائحة كورونا وسبل الوقاية منها. طبعاً إذا بنتكلم عن سؤالك فيما يتعلق بمشروع التوثيق الإلكتروني للمحكومين أو الموقوفين على ذمة التحقيق، طبعاً أحب أن أبين بأن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارتين نظم المعلومات، وما أنسى طبعاً ذكر هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، قامت بمجهود كبير في البدء في تنفيذ هذا المشروع. طبعاً المشروع يستهدف فئة المحكومين أو الموقوفين على ذمة التحقيق في دعاوي جنائية. طبعاً الهدف من هاي المشروع في المقام الأول كان تطوير خدمات إدارة التوثيق وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بهذه الفئة من المحكومين سواء أو الموقوفين على ذمة دعاوي جنائية. طبعاً مثل ما قلت والدعم الرئيسي الأساسي طبعاً اللي خلانا نتحرك في ذي الجانب طبعاً هو دعم الإجراءات الاحترازية اللي تتخذها المملكة لمكافحة جائحة كورونا. وأحب أكد طبعاً على شيء مهم اللي هو أن طبعاً العمل راح يستمر بإذن الله حتى بعد انتهاء هذه الجائحة بإذن الله. أستاذ محمد، يعني مسؤولو قطاع العدالة أعلنوا مؤخراً عن البدء في تطبيق نظام الاتصال المرئي للمحاكمة الجنائية عن بعد، يا ريت تتكلمنا أكثر عن هذا الإنجاز الجديد. طبعاً الكل لاحظ في الفترة الأخيرة أن هناك تطور مستمر في قطاع العدالة وبالتحديد صدور أو التعديلات اللي صدرت تمس قانون الإجراءات الجنائية واعتمادها طبعاً لنظام المحاكمة عن بعد، وبعد طبعا التنسيق فيما بين مجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تم تنفيذ نظام اللي هو النقل الأثير لتجديد الحبس الاحتياطي والمحاكمة الجنائية عن بعد. طبعا كان للنيابة العامة الدور الأساسي في اعتماد الاتصال المرئي وهذه جهد يشكرون عليه. طبعا أحب أن أؤكد بأن العملية تتم بموافقة وإشراف قضائي كامل تحت بصر ونظر المحكمة، إذا كانت طبعا الدعوة منظورة أمام القضاء، أما إذا كانت في النيابة العامة فهي بتكون تحت نظر النيابة العامة ممثلة في وكيل النيابة. طبعا أكد سعادة النائب العام في تصريحه الأخير اللي نشر طبعا في وسائل الصحافة ووسائل الإعلام طبعا واستعرض فيها الضمانات المقررة قانونا للمحاكمات الجنائية عن بعد، وهذه العملية راح تكون بحضور المتهم ومحامي وحضور عضو النيابة وهيئة المحكمة من خلال اتصال مرئي متاح للجميع، يحقق طبعا مبدأ العلانية ويحقق التواصل فيما بين المتهم ومحامي وهيئة المحكمة كأنها في إجراءها العادي. صحيح. وطبعا كما أسلفت هذه العملية بتكون بجميع تفاصيلها تحت إشراف وتحت نظر المحكمة والنيابة العامة حسب الأحوال ومتى مرتأت ذلك طبعا تبعا لطبيعة كل قضية. نعم أستاذ محمد، ربما سنستشرف في المستقبل معك، يعني هل نتوقع أن تستمر مثل هذه الخدمات الإلكترونية ما بعد إن شاء الله بإذن الله جائحة كورونا؟ أكيد بإذن الله، وإحنا مستمرين إن شاء الله بخدمات جديدة بإذن الله. يعني ممكن أن احنا ممكن أقول لك على سبيل المثال لا الحصر، طبعا بدينا حاليا خدمة رفع الدعاوي إلكترونيا، وهذه طبعا من الخدمات اللي كانت الوزارة تشتغل عليها من سنوات طويلة، وللأمانة يعني خلال الفترة وجيزة قدرنا أن احنا نبتدي في خدمة رفع الدعوة إلكترونيا وأصداءها طبعا إيجابية لدرجة احنا ما توقعناها من جانب طبعا السادة المحامين وحتى المواطنين العاديين اللي بدأوا في استخدام هذه الخدمة. صحيح. وإن شاء الله يا رب يعني الخدمات بتكون بما يرضي الجميع إن شاء الله بإذن الله. نعم. أنا يمكن عندي سؤال ذو شقين، يعني يمكن الشق الأول يتكلم عن التوثيق الإلكتروني اللي تكلمنا فيه قبل شوي ومدى سرعة إنجاز مثل هذه المعاملات اللي يتم إلكترونيا، هذا من جانب، وتعاونكم كوزارة مع باقي الوزارات وعلى يعني في مقدمتهم وزارة الداخلية. طبعا مثل ما قلت لك التعاون ذي موجود. فيما يتعلق بموضوع التوثيق الإلكتروني طبعا نظرة الوزارة طبعا مو فقط في مجال التوثيق عن بعد مع المحكومين،
الوزارة كان لها خطوات عديدة وكثيرة في أذكر منها على سبيل المثال الموثق الخاص، اعتمد طبعا نظام الموثق الخاص. النظام هذه أثر إيجابا أيضا على المعاملات اللي كانت ترد إدارة التوثيق. في خدمة جديدة أيضا احنا دشناها حديثا اللي هي أخذ الموعد من خلال إرسال رسالة نصية واتساب إلى إدارة التوثيق، وهذه أيضا أثرت إيجابا على خدمات إدارة التوثيق. لا شك. الأستاذ محمد عبد الرحيم بوتشيري الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، كل الشكر والتقدير لك. شكرا جزيلا. فريق مملكة البحرين في مختلف المجالات بذل جهود كبيرة ومقدرة من قبل الجميع وحصلت على إشادات محلية ودولية كبيرة ومهمة أيضا. بالتأكيد فواز، يعني والإشادات ما وقفت ولا زالت ومستمرة إن شاء الله. أمس أشاد الاتحاد البرلماني الدولي بجهود مملكة البحرين التشريعية لمكافحة الفيروس ودور مجلس النواب والشورى المحوري في هذا المجال. خلنا نتابع معاكم هذا التقرير ونرجع. في ظل التعامل المستمر مع جائحة كورونا العالمية، تستند دول العالم في إجراءاتها على جملة من القوانين والتشريعات للتعامل مع الأزمة والحالات الطارئة، وقد كانت مملكة البحرين من أوائل الدول التي تعاملت بشكل احترافي مع الأزمة في مختلف المجالات، مستندة في ذلك على قاعدة تشريعية صلبة ومتجددة وتعاون بناء بين مختلف السلطات في المملكة. ومؤخرا حظيت المملكة بإشادة دولية مهمة على المستوى التشريعي، فقد أشاد الاتحاد البرلماني الدولي بجهود السلطة التشريعية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة في مجال تعديل القوانين وسن التشريعات والإجراءات التي قام بها كل من مجلسي الشورى والنواب. ونوه التقرير الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي بأهمية الجهود والإنجازات التي حققتها السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن البرلمان وافق على مشروع قانون حول دفع رواتب موظفي القطاع الخاص لأشهر أبريل ومايو ويونيو، كما اعتمد البرلمان عددا من المقترحات المحالة إلى الحكومة بما في ذلك التعليم عن بعد وتعزيز الخدمات الإلكترونية الحكومية ومنح مكافآت للموظفين والمتطوعين الذين يعملون في الصفوف الأمامية للتصدي للفيروس. اتحاد البرلمان الدولي أوضح أن البرلمان البحريني ساهم بخطوات تصب في تقديم الدعم لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإنشاء صندوق تكافلي يختص بجميع المساهمات وجمعها والتبرعات من رجال الأعمال والشركات الوطنية والبنوك والأفراد، وتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة. مجلسان النواب والشورى يبذلان جهودا حثيثة للتصدي لفيروس كورونا مواكبة لجهود فريق البحرين الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما تحققه مملكة البحرين من إشادات دولية وبرلمانية ما هي إلا تأكيدا على قصص النجاح والتجارب المتميزة التي تبذلها المملكة في مختلف القطاعات. يحيى العمري لبرنامج مجتمع واعي.
مجلس النواب هم دائما صوت الشعب، وهم اللي يمثلوننا في مثل هذه الظروف، ونعتمد عليهم في دعم الجهود الوطنية في كل السبل. أكيد، ودورهم لا شك إنه أساسي. وعشان الحديث أكثر عن هذا الموضوع، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور عبد الله الذوادي، عضو مجلس النواب، عضو الاتحاد البرلماني الدولي لمملكة البحرين. مساك الله بالخير سعادة النائب. لو تطلعنا على أهم وأبرز الجهود اللي قامت بها السلطة التشريعية في مواجهة جائحة كورونا على المستويين التشريعي والإداري. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم بكل خير. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، نحن يعني في الواقع فخورين جدا بهذه الإشادة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي بجهود السلطة التشريعية بمملكة البحرين. في الواقع يعني خاصة في مجال تعديل القوانين وسن التشريعات، وهذه الإجراءات اللي قام فيها مجلس النواب بالتعاون طبعا مع الحكومة وفريق البحرين الوطني للتصدي لفيروس كورونا بقيادة سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظ الله ورعاه، والتي جاءت أيضا بجهود السلطة التشريعية من قبل المجلس وتنفيذا لتوجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب. في الواقع جاءت هذه الإشادة الدولية ضمن تقرير نشره الموقع الرسمي للاتحاد البرلماني الدولي، وتضمن التقرير معلومات حول استجابة البرلمانات في العالم للتصدي لوباء كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها جراء ذلك. طبعا يعني بما يتواءم مع ظروف الاستثنائية التي مرت بها دول العالم كافة، ويعني والبحرين خاصة في هذا التقرير. ولله الحمد أكد التقرير على أن السلطة التشريعية في البحرين تعمل مع الحكومة لضمان سلامة المواطنين من تفشي عدوى فيروس كورونا. نعم، لو تكلمنا. نعم تفضل. نعم. تفضل واصل. ذكر التقرير طبعا جهود والإنجازات اللي حققتها السلطة التشريعية وذكرتها في تقريرها. طبعا وافق البرلمان على مشروع قانون حول دفع رواتب الموظفين القطاع الخاص، هذه ذكر في التقرير، لأشهر شهر أبريل ومايو ويونيو. وايضا يعني اعتمد البرلمان عدد من المقترحات المحاله للحكومه بما في ذلك التعليم عن بعد والقضاء وايضا الخدمات الالكترونيه وقانون تنظيم المتطوعين الذي منح مكافاه للموظفين والمتطوعين الذين يعملون في الصفوف الاماميه للتصدي لفيروس كورونا. وايضا التقرير ساهم في الدفع بخطوات تصب في تقديم الدعم لشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر. وتم أيضا في التقرير الإشارة بإنشاء صندوق تكافلي يختص بجميع المساهمات والتبرعات من رجال الأعمال والشركات الوطنية والبنوك والأفراد، وتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة. هذه يعني مختصر بما نشره تقرير الإشادة بإنجازات مملكة البحرين في السلطة التشريعية، ومتعاونة في ذلك مع السلطة التنفيذية في فريق البحرين للتصدي لفيروس كورونا. وهذه إشادة فيها البحرين إشادة دولية من قبل البرلمان الدولي. أكيد، يعني إحنا كلنا نعتز بهذه الشهادة، لكن لو تكلمنا أكثر عن أهمية أن تنال البحرين أو السلطة التشريعية الإشادة الدولية من قبل الاتحاد البرلماني الدولي، شنو تمثل لكم هذه الإشادة؟ طبعا جائحة كورونا بشكل عام حدث عالمي، فلما نستلم إشادة من الاتحاد البرلماني الدولي الذي يتكون فيه عدد من أعضاء البرلمانات اللي يمثلون دولهم، وهذه الإشادة الدولية بإنجاز الإنجازات اللي حققتها مملكة البحرين في السلطة التشريعية بين هذه الدول دول كبيرة، فهذا إنجاز يفخر فيه كل بحريني، وخصوصا في السلطة التشريعية. السلطة التشريعية كانت يعني يدا بيد مع السلطة التنفيذية إلى ما وصلت إلى البحرين من هذه الإجراءات الاحترازية وتنفيذ يعني التصدي لفيروس كورونا. في كان انسجام ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية اللي نفخر احنا لما تعرف تجربتنا لدول العالم. فاحنا لما نروح نمثل البحرين في هذه المجتمعات الدولية
راح نكون يعني على مستوى عالي من الثقة أن البحرين قدمت كل ما تستطيع، سواء كان من خلال السلطة التنفيذية أو من خلال السلطة التشريعية. جميل جدا، وأيضا نحن نشيد ونفخر أيضا بهذه الإشادة اللي تعتبر إضافة أيضا لمملكة البحرين على صعيد البرلماني. كل شكر لك الدكتور عبد الله الذوادي، عضو مجلس النواب، عضو الاتحاد البرلماني الدولي لمملكة البحرين، شكرا جزيلا لك. مؤسساتنا التشريعية مؤسسات مرموقة وعملها مستمر وأساسي في ظل التحديات، وخصوصا هذا التحدي الصحي المتمثل في فيروس كورونا. بلا شك يا لولو، ومجلس النواب والشورى حصلوا على هذه الإشادة الدولية المهمة في تأكيد على دورهم وإجراءاتهم الصحيحة في هذه الأزمة تحديدا. نستعرض في هذا التقرير التالي أبرز ما جاء في تقرير الاتحاد البرلماني الدولي، ومن ثم لنا عودة مع مجتمع واعي. في مثل هذه التحديات اللي نعيشها في هذه الفترة تحديدا، تتركز الأنظار دائما على الجوانب التشريعية والبنية التشريعية ومدى موائمتها للظروف الطارئة يا فواز. بكل تأكيد لولو، دائما السلطة التشريعية في البحرين تكسب هذا الرهان، واليوم كسبته محليا ودوليا بعد الإشادة المهمة من قبل الاتحاد البرلماني الدولي. طبعا الحديث عن هذا الإنجاز، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيدة هالة رمزي فايز، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى. بداية أستاذة هالة، نبارك لكم هذا الإنجاز. شكرا لك أخوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أيضا على المشاهدين، وشكرا على كل جهودكم من خلال برنامج مجتمع واقع. وشكرا لجهودكم أيضا. أستاذة هالة، كيف تنظرون لهذه الإشادة من قبل الاتحاد الأوروبي؟ يعني ماذا تعني بالأحرى لكم في المجلس؟ طبعا هذه الإشادة من الاتحاد البرلماني الدولي تعكس طبعا جزء من الإنجازات والنجاحات اللي تحققها السلطة التشريعية في مملكة البحرين في مختلف الظروف، يعني وخاصة في هذه الفترة اللي تشهد فيها دول العالم تحديات كبيرة بسبب جائحة كورونا COVID-19. وطبعا تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله يحفظه، ودعما طبعا لجهود الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، وحرصا من معالي رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح باستمرار وديمومة العمل التشريعي، كان اتخاذ القرار السباق صراحة لعقد جلسات المجلس عن بعد إلى انتهاء الدور التشريعي، وكذلك اجتماعات اللجان اللي مستمرة إلى الآن عن بعد. طبعا في هذا المجال حقق المجلس نجاح كبير جدا بإشادة المسؤولين والمهتمين، فعقد المجلس جلساته عن بعد بحضور كافة أعضائه، وأيضا مارس العملية التشريعية بالبحث والمناقشة للعديد من التشريعات والقوانين المهمة، وكانت هناك أيضا ممارسة ديمقراطية حقيقية بمشاركة الوزراء والمسؤولين،
والعلم يعني فإن السلطة التشريعية في مملكة البحرين سبقت أو بالأصح كانت من أوائل الدول في اتخاذ هذه الخطوة المهمة لتضمن استمرار العمل التشريعي. نعم. اللي يعتبر طبعا عصب كل المجالات والقطاعات بلا شك بلا شك. ولذلك فعندما يشيد الاتحاد البرلماني الدولي بمقام به السلطة التشريعية في مملكة البحرين فهذه تعتبر شهادة دولية من اتحاد عريق عمره 130 عام، وأيضا يضم في عضويته 100 برلمانات من 179 دولة، وهو طبعا تأكيد على أنه مملكة البحرين بقيادتها الرشيدة تسير بكل عزيمة وبتضافر وتكاتف جهود الجميع لتحقيق المزيد من التنمية والتطوير وأيضا وبتجاوز كل التحديات والظروف. صحيح أستاذة هالة، بما أنك ذكرتي عن الجلسات اللي عقدها مجلس الشورى خلال جائحة كورونا، ما هي أبرز التشريعات اللي استطاع المجلس إنجازها خلال هذه الفترة السابقة وعن بعد؟ يعني لله الحمد المجلس عقد 5 جلسات عن بعد، وتمكن المجلس من إتمام وإقرار 11 تشريع، منهم مرسومين و8 مشاريع بقوانين واقتراح بقانون مقدم من عدد من السادة أعضاء مجلس الشورى. ومن أهم هذه التشريعات اللي وافق عليها المجلس وطبعا تواكب الظروف اللي احنا فيها هو مشروع التطوع لخدمة الأمن العام، وطبعا هذا المشروع مهم في ظل الحاجة الملحة لتكاتف الجهود والشراكة المجتمعية لمكافحة فيروس كورونا والظروف اللي نمر فيها حاليا. نعم. عفوا. كذلك أقر المجلس تعديلا على قانون الإسكان يتيح للمواطنين حق التصرف في الوحدات السكنية اللي يستفيدون منها قبل مضي 7 سنوات، اللي هو الشرط اللي موجود حاليا في القانون. وإلى جانب ذلك كمان وافق المجلس على اقتراح بقانون يعزز حماية المستهلك. صحيح. ويحدد عقوبة على كل من يقوم بحبس السلع الضرورية أو إخفائها أو منع تداولها يعني بغرض رفع أسعارها بصورة غير طبيعية. وطبعا هذا الاقتراح ضروري ومهم وجاء لسد فراغ تشريعي خصوصا في هذه الفترة اللي تشهد فيها البلاد تزايد على شراء السلع الأساسية من قبل الأسر البحرينية. صحيح أستاذة هالة، إذا ما أردنا يعني تقييم عقد جلسات مجلس الشورى عن بعد، آسف على المقاطعة، صحيح، إذا ما أردنا تقييم عقد مجلس الشورى جلساته عن بعد بما أن الفترة المقبلة ربما تستمر أو يستمر المجلس في عقد اجتماعات عن بعد وجلسات عن بعد، كيف تقيمين الاجتماعات عن بعد؟ صراحة كانت تجربة جدا ناجحة بكل السبل والوسائل. موظفي الأمانة العامة للمجلس ما قصروا في تهيئة البنية التحتية لعقد هذه الجلسات والاجتماعات، مثل ما أقول لك الاجتماعات لليوم مستمرة، اجتماعات اللجان للحين مستمرة وتتم بمنتهى السلاسة بمنتهى النجاح الأريحية. صراحة يعني هي تجربة ناجحة وأثبتت أنه الكوادر البحرينية تستطيع أن تواجه الطوارئ بكفاءة ويعني يحتذى بها الصراحة يعني صحيح. فعلا كثير من الدول حذو مملكة البحرين في مواجهة هذه الجائحة بما يعني تميزت به مملكة البحرين صراحة في هذا المجال. صحيح. بما أنك ذكرتي الكوادر البحرينية وبالتأكيد نحن في هذه الجائحة العالمية جائحة كورونا، كيف تقيمين أو ما هي المواضيع التي ممكن مناقشتها في دور الانعقاد القادم لمجلس الشورى؟ احنا حاليا
هناك لجنة المرأة والطفل ندرس مشروع العدالة الإصلاحية للطفل، وأنا في رأيي أنه هذه المشروع مهم جدا للطفل البحريني والأسرة البحرينية ككل، وأيضا لسمعة ومكانة مملكة البحرين على المستوى الدولي. هذه القانون يضع البحرين على خارطة في خارطة الدول المتقدمة فعليا في حقوق الطفل، وكثير من المشروعات الأخرى التي هي في طور الدراسة حاليا في اللجان المالية والخدمات واللجان التشريعية. بلا شك. سعادة الأستاذة هالة رمزي فايز، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. لو سألتوني شنو تعني لك الحياة؟ الشغف، رغبتي المتواصلة في أني أرسم لوحات ما تنتهي، لكن حلم وشغف كل شخص ممكن ينتهي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا مريم، أعاني من نقص المناعة، الموضوع اللي يخلي انتقال الفيروسات لي سهل إذا اللي حواليني ما أخذوا احتياطاتهم. حياتي حق، عاملها كأنها حياتك. حياكم الله من جديد. قبل شوي كنا مستضيفين سعادة العميد محمد الحرم من وزارة الداخلية، وكان يتحدث عن تعاون وزارة الداخلية مع كافة الوزارات، وإحنا في وزارة شؤون الإعلام أيضا لنا تعاون خاص وكبير جدا مع وزارة الداخلية، خاصة مع الإدارة العامة للإعلام الأمني لولو. أكيد، وخصوصا أن كاميرات الإعلام الأمني كل يوم قاعدة تنقل من مكان جميل في البحرين وتخلينا أقرب وأقرب حق هذا الوطن اللي نحبه ويحبنا. خلينا نشوف معاكم أعزائي المشاهدين هذه اللقطات المباشرة الجوية اللي قاعد تنقلها لنا كاميرات إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية اللي احنا متعاونين معاهم من بداية البرنامج. بالفعل، واللي وحشت البحرين يقدر كل يوم كل ليلة يكون موجود معنا، ومباشرة راح ننقلكم في مشاهد جميلة جدا، ومو بس كذي بعد راح نركب عليها أغاني وطنية تعودتوا عليها تحبونها وتعودتوا تسمعونها، وراح ننقلكم في مشهد وطني جميل حق البحرين الجميلة، ربي حفظها. We have a
فعل الرجال الطنايا وتشوف وصف مهيب والله ربي لا حد من رام دار العريبة يا الفم ثرى حياكم الله من جديد. اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أصدرت قرار بتكليف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتشكيل لجنة لتنسيق الجهود ومتابعة توزيع التبرعات والمبالغ المستلمة ضمن حملة في النخير. وبتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أطلقت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خدمة تسجيل لطلب الدعم للفئات المستحقة إلكترونيا عبر البوابة الوطنية. عشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو الأستاذ بدر علي قنبر مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. يا هلا ويا مرحبا فيك، ويجوز لي أقول لك عيدك مبارك. يجوز ألف مرة. يا هلا ويا مرحبا. حياكم الله جميعا. وصراحة قبل ما نبتدي معاكم في الحوار، أنا عندي ثلاث وردات حلوة جميل جدا وزكية وجميلة إن شاء الله. نعم، يتناسبون مع باقات الورد الموجودة. ما شاء الله، أنتم دائما كل ليلة عندكم ورود وما شاء الله احتفالات ورود. نهم اللي يجون هني وينورون الناس ويوعونهم ويعطونهم النصائح. تسلمين دكتورة لولا. صراحة الوردة الأولى أنا حبيت أبارك لكم، أبارك الشعب البحرين وجلالة الملك وسمو رئيس الوزراء ولي العهد وسمو الشيخ ناصر وجميع الأفراد المقيمين على الأرض هاي، الأرض الطيبة، بمناسبة عيد الفطر المبارك. والورد الثاني لكم أنت صراحة، هالبرنامج الجميل، جميل برنامج مجتمع واعي اللي بالفعل كل اللي نتابعه وساهمته بشكل كبير نتخلون الناس واعيين بالفعل بجائحة كورونا وكيف يتعاملون معها. ما يحتاج حظر تجول، ما يحتاج أي شيء، خلكم في بيتكم وخلكم واعيين والتزموا بجميع التدابير واحترازات عشان تكونون في صحة وسلام وسعادة. فكلكم ما شاء الله عليكم دكتورة وأخوي فواز كل ليلة طلعوا لنا بورود جميلة
وبباقات حلوه في هذا المجتمع. واليوم ضيفنا بعد هو ورد. انت الورد، انت الورد، الورد الله يحفظك، انت الورد اليوم ان شاء الله. ورد ثاني، ورد اخرى، صراحه انا كنت اتمنى اكون موجود في مجتمع واعي، علشان مو كوني مسؤول في المؤسسه الملكيه للاعمال الانسانيه، لا، كوني مواطن بحريني ابي افخر حقيقه، اوصل كلمه فخر واعتزاز بوطننا وبلادنا البحرين. حقيقة البحرين يعني ضربت ملحمة وطنية مشرفة جدا، ضربت يعني أروع إدارة محكمة وحكيمة في إدارة أزمة كورونا برئاسة سمو ولي العهد الله يحفظه. البحرين نموذج حقيقة في التعامل مع هذه الأزمة، في المحافظة على سلامة المواطنين، في المحافظة على سلامة المقيمين، في أيضا أنت كمواطن بكون معك مبادرات كثيرة، منها تأجيل القروض، منها فواتير الكهرباء، منها يعني دعم مساهمة دعم المؤسسات الصغيرة، دعم البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، ويعني كثيرة جدا. نعم. فأنا ما خليتك بروحك، مو بس صحتك، لا، أبيك تعيش بكرامة وسعادة، مو في ضغوطات نفسية، لا، خليك دائما يعني مرتاح وإيجابي. وردة الأخيرة صارت أربع ورود، معنا ما في مشكلة، إن أنا أعتزكم ضمن فريق البحرين. أنا جاي اليوم مو يعني بس أمثل مؤسسة ملكية للأعمال الإنسانية، أي أمثل فريق البحرين. جميل جدا. لأن أنا أعتز أن أكون عضو في فريق البحرين، أشتغل ليل نهار مثلكم أنت ما شاء الله عليكم، إحنا بعد ليل نهار نشتغل من أجل خدمة بلادنا، من أجل نوصل المساعدة حق المحتاجين. فهذا الفخر بالنسبة لي أعتز فيه كثيرا. فإحنا جميعا والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية هي نبتة حلوة من تحت أسس جلالة الملك، واليوم هي تؤدي دور كبير في فريق البحرين من أجل مساعدات الإنسان. بالفعل إحنا قاعدين نستشعر وقاعدين نبدأ نقطف ثمار هذه المؤسسة الرائدة، المؤسسة اللي فعلا حسنا أنها واقفة مع البحرينيين في كل الأمور، ما تركتهم. ودام كنا أنت بتطاري وقلت أن أنت وتيون هني وأن أنت كان ودك تكون هني، إحنا ودنا كل بحريني، كل بحريني باختلاف مكان عمله يكون موجود هني عشان مجال التوعوي أولا. ثاني شيء نبي كل بحريني يكون موجود هني عشان يشهد لحظات الفخر اللي احنا نعيشها. يمكن احنا كل يوم نطلع من هني واحنا نعرف وايد امور، نقول كفو عليكم يا البحرينيين، كفو على البحرين، واحنا بحرينيين نفخر بها من خلال هذه الاستديو. فعلا انا ما اشوف هذه استديو، انا اشوفها منصه تتويج ان شاء الله، وكلها قاعده اشوف ان اللحظه القريبه اللي بتخلص فيها، وبيكون كل فرد، كل مواطن، حتى لو صك باب بيته وقعد مكانه، بيكون هو جزء لا يتجزا من فريق البحرين اللي احنا نستحق ان احنا نكرمه ونتمنى. يعني صدق انا حتى لما اذا ضيف يجي يعني مثلا اذا اشوف احد يكلمني على الانستغرام او يكلمني على السوشيال ميديا يقول مشكورين، اقول له انتوا اللي مشكورين، احنا ما قاعدين، احنا قاعدين نؤدي دور وطني، اني هني مجرد وسائط وسيط ننقل الكلام الجميل اللي تقولونه. احنا يعني ألفه حقيقه كاسره واحده. صدق انا بصراحه يعني منذ نشات صغيرا حتى هذه اللحظه ما قد مرت علي اجواء جميله مثل هذه الاجواء. انا ما اعتبر جائحه كورونا بالنسبه لي مشكله، ولا اعتبرها وباء ولا جائحه، اعتبرها سوت لنا اشياء كبيره وجميله في البحرين. اي الكل اللي يقول ايام الطيبين، ايام الطيبين، ترى هذا ايام الطيبين اللي قاعدين نعيشها، ايام الحب والتآلف والموده ما بين اهل البحرين كلهم. وكل اهل البحرين اليوم ينفذون التعليمات والتوجيهات اللي تهم صحتهم وتهم بلدهم وتهم البحرين. نعم. بدر انت يعني دفعه ايجابيه، يعني تمثل كل مواطن بحريني إيجابي جميل جدا وحب يملك الحب والولاء للوطن وللقيادة. إحنا نحبكم لأن من بداية البرنامج خليتنا مبتسمين. أي والله، أي والله، يعني لو دخل في نفوسنا. أم صديقتي تكلمني من الإمارات تقول لي إيش سالفتكم أنتم وايد متميزين في البحرين. يعني كانت مطرشت لي صور مال الدكاترة اللي تعرض يعني تأثروا لما شافوا عيالهم وكذا، وتقول لي كثير احنا قاعدين ونسولف في النشاء. قلت لها احنا البحرينيين نحب نشتغل تحت ضغط. نعم. احنا ما نشوف الازمات ازمه، احنا نشوفها هذه فرص قاعده تعلمنا. فشكرا على ايجابيتك اللي اعطيتنا اياها في البدايه، لكن اكيد اليوم وايد ناس قاعدين ينتظرون ويسمعون عن برنامج رائد جديد، هو خدمه التسجيل لطلب دعم الفئات المستحقه. كثير اسئله حول هذه، من هم اللي يشملهم، كثير من الامور. لا تعطينا نبذه عامه في البدايه قبل لا ندخل ونسالك الاسئله المتعلقه بهذا الصندوق. طبعا هذه المبادره اختي لولو هي جاءت من ضمن سياق توجيهات سيدي صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه اهل بلاد مفدى حفظه ورعاه، الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. لو نرجع شوي وراء بداية الأزمة، جلالة الملك الله يحفظه أصدر توجيهاته بمكرمة للأسر المحتاجة، لأنه يعرف أن هذه البداية يعني جائحة
وبداية ظروف معيشية صعبة. فأصدر توجيهات الله يحفظه بمساعدة جزء من الأسر المحتاجة عندنا في المؤسسة، والجزء الآخر من اللي تحت مظلة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. فهذه التوجيه، فهذه الفكرة جاءت انطلاقة من هذه الأمر، وأيضا جاءت من يعني توجيهات سمو ولي العهد الله يحفظه رئيس اللجنة التنسيقية اللي كلف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالإشراف على لجنة خاصة، لجنة تنسيقية للإشراف على تبرعات حملة فينا خير. هذه الحملة الرائدة التي تبناها يعني قائد العمل الإنساني سمو الشيخ ناصر الله يحفظه بكلمة من القلب إلى القلب في السوشيال ميديا، هزت مشاعر وخلت حتى الأطفال الصغار يتبرعون أجل البحرين. واليوم هذه المبادرة هي ثمرة جميلة من ثمرات هذه المبادرات اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد وتوجيهات سمو الشيخ ناصر. فسمو الشيخ ناصر يعني أمر يعني المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتبني هذه المبادرة من ضمن مبادرات كثيرة جدا. طبعا أتت هذه المبادرة، فقامت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتدشين موقع إلكتروني بسبب هذه الظروف التي نعيشها. وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية غنية عن التعريف في جهودها الكبيرة في هذه الأزمة بالفعل، وقبل وأثناء هذه الأزمة. نعم هي طبعا جهود على طول، ولكن هذه الأزمة أبرزت جهود متميزة حقيقة، يعني شيء بشيء يذكر. بينت استعدادية البحرين للانتقال الإلكتروني يعني بسهولة سلس جدا. فلذلك المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يعني دورها في هذه المبادرة دور لوجستي ودور إداري في إدارة هذه الخدمة التي أتت من اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي ولي العهد وسمو الشيخ ناصر الله يحفظه. فبدأت يعني عندنا خلية نحل في المؤسسة من أجل إظهار وإبراز هذه المبادرة، هي مبادرة يعني تسجيل الأسر المستحقة من المتضررين من آثار فيروس كورونا من ضمن حملة فينا خير. فإحنا حقيقة قمنا بأعمال كثيرة من أجل هذه المبادرة، ثم بدينا حقيقة من كم يوم بالعمل ليل نهار من أجل صرف يعني جزء المرحلة الأولى من هذه المبادرة. جميل. عندنا تقريبا ما يقارب 5000 أسرة، هذه الأسر مسجلة عندنا من قبل مقدمة حق مساعدات من الأسر المحتاجة. حقيقة وتم دراستها دراسة مستفيضة وبدقة، لأن إحنا من ضمن استراتيجيات المؤسسة الدقة والشفافية في العمل، ضمن استراتيجية لا نتنازل عنها أبدا. فوايد ناس كلمونا بروح يعني قد شو اسمه سجلوني عندكم. هل ممكن يكون مستفيدين من هذه الخدمات؟ أيوة بالفعل، نبي مساعدة، روح سجل في الموقع علشان يدرس طلبك دراسة مستفيضة. فإحنا هاي 5000 بدينا الآن في طور التجهيز للصرف عنهم، مخلصينهم خلاص، غير الخدمة الإلكترونية اللي إحنا دشناها. فهذه بصورة يعني إجمالية فكرة المبادرة التي أتت من ضمن جهود اللجنة التنسيقية وجهود يعني وتوجيهات قائد العمل الإنساني. يعني الجميل في هذه الجائحة أن البحرين ما نست ولا يعني ما نست أحد، ما نست عيالها، ما نست ولا أحد، لا يعني ولا المقيمين اللي فيها يا لولو. ساعات فواز أنت تجي بتعطي تبي بس إلا تسهى عن شيء أو تنسى. الجميل في هذه الجائحة أتي تشوف أن البحرينيين العاملين في القطاع الخاص تم دعمهم، المواطن البحرينيين العاملين في القطاع الحكومي يعني يعملون من المنزل وأيضا رواتبهم تنزل، المتضررين قالوا بتمكين تعالوا صرفوا لهم، الأسر اللي تحت الشؤون الاجتماعية أيضا لهم، والحين تطلع لنا بعد المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وتقول لنا لا ترى بعد إذا في شخص يحس أنه متضرر خليه يسجل. وما تم دعمه في السابق راح ندعمه، يعني عندنا الأسر المتعففة في هذا الجانب. جسد واحد حقيقة فضل. لا تفضل. إحنا جسد واحد نساعد المقيم لأن قاعد يخدم الوطن، نساعد البحرين قاعد يساعدنا هذه بالفعل. ولكن احنا ما نسينا البحرين اكيد، ما نسينا المواطن المحتاج المتضرر، احنا معك نخدمك بما نستطيع بعيوننا. هذه قيمنا بدل، هذه قيمنا ما نتنازل عنها ابدا. احنا كيان واحد، لا احد يقول ليش اعطيتوا ذي او ليش اذي اعطيتوك كوبونات افطار صام، طبعا هذا اللي بعد محتاجين اكيد. ولكن احنا بعد جزء كبير ما تنازل عنه المواطن البحريني نحطه في عيوننا أكيد. ونخدمه بما نستطيع، كلنا في عيون هذا البحرين واحنا في عيون هذا البحرين ايضا. اخوي بدر، لو سالتك شنو الشروط اللي ممكن ان هي تكون متوافره في الفئات المستحقه اللي يمكن لها التسجيل والاستفاده من هذا الدعم؟ طبعا اخوي فواز شروط كثيره، لكن حددناها ببضع شروط عشان نحدد شويه الفئات المستحقه. نعم.
حتى تأتي مكملة للفئات التي تم دعمها من قبل الحكومة الرشيدة. إحنا مثل ما قلت لك في قبل ما نطلع على الهواء كنت أقول لكم أن الحكومة بذلت جهود كبيرة في دعم فئات كثيرة. إحنا نأتي الآن في هذه اللحظة نشوف الفئات اللي ما قدرنا يعني مشملتها الآن مشملتها المساعدات اليوم قاعد نشملها بهذه الخدمة. فيعني الحكومة واللجنة التنسيقية والمؤسسة وجميع العاملين في فريق البحرين لم يغفلوا حقيقة هذه الفئات. اليوم جاء الدور علشان نقول حق المتبرعين اللي تبرعوا حق هذه الحملة هذه نتيجة تبرعكم اليوم بكل شفافية وهي ثمارها. نعم. عشان يرتاح قلبكم إنه بالفعل شفافية. احنا يعني جميع الاموال اللي بتشوفون اللي تبرعتم فيها بتشوفون مبادرات هذه ترى هاي مبادره صغيره عقب كم يوم. اليوم ايضا سعاده الدكتور مصطفى مع وزاره الداخليه كنت شفت في الاخبار تم الاعلان ذلك كنا موجودين الظهر في تدشين حمله غذائك في بيتك. نعم. هذه الان تطورت قضيه الافطار صائم صار الان سلال معيشيه غذائيه نسلمها حق فيها كل الاحتياجات. أيوة بالضبط فيها احتياجات اسبوع كامل تقدر حق الاسره حق الاسر البحرينيه يعني اسر الايتام الارامل عندنا والمتعففه وايضا حق المقيمين. فالان جهود صارت بافكار نوعيه اخرى بمبادره هذا حتى حق المقيمين ايضا راح في جزء منهم. اي نعم يعني هي قاعد على شخص اقول لك يعني هذه الديره فعلا ما تفرق. نعم. ما تفرق بين اي احد كل اللي على هالارض ان شاء الله بياكل من خيرها وبياخذ من خيرها بالضبط عشان احافظ على التباعد الاجتماعي. حافظ في افكار كثيره قاعد نقدمها من اجل هذه المبادرات. ارجع لقضيه الاشتراطات. اول شرط طبعا يكون بحريني الجنسيه. ثاني شرط ألا يكون مثل ما قلت من ساعة يعني حاصل على مساعدة من ضمن الفئات التي تم دعمها خوي فواز من قبل الحكومة الرشيدة أو من قبل توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد. نعم. النقطة الثالثة ألا يكون قد حصل أيضا على مكرمة جلالة الملك اللي تم إصدارها في البداية. وأيضا إحنا قمنا بتبرع من شركة بنفيت يعني قامت في بداية الأزمة بتبرع بمبلغ 200,000 أيضا يعني شملنا الأسر محتاجة وأسر منتجة. فحين على ما نكرر لازم يكون لنا شفافية ودقة وعدالة. نعم. في التوزيع عشان نشمل أكبر عدد ممكن من أسر محتاجة والمنتظرة من أزمة كورونا. أيضا من ضمن الأسباب من ضمن الشروط ألا يعمل في الفترة الحالية يعني أيضا من ضمن الشروط أن يكون من ضمن يعني صاحب مهنة متضررة خلال أزمة كورونا. نعم. طبعا من ضمن المهن ممكن يكون يعني عنده رخصة من المرور يمشي باص من الوصالات موصلات حق طلبة المدارس. هاي طبعا تقدمون هندس طلبها هاي مثال من الأمثلة. أيضا من ضمن يعني الشروط أن يقدم ما يثبت هذا الضرر. يعني البعض يقول أنا أوريدي يعني متضرر. أنت كلامك صحيح بس إحنا علشان ما نقول ما نعطيك المساعدة كذي لازم ندرس طلبك تعطيني ما يثبت. نعم. يعني تضررك في هذه الأزمة ومن عيوننا إن شاء الله إن هي أمانة الطلب. إن هي أمانة بالفعل أمال يعني التبرعات والناس متبرعة تبي تشوف بالفعل توصل حق مستحقيها. هذه إحنا العدالة اللي قاعد ننشر فهذه أهم الشروط اللي إحنا نتبعها في الفئات اللي راح إن شاء الله تستفيد من هذه المبادرة. يعني إذا أعطيك سيناريو قلت لك مثلا أن في فئات في المجتمع مثلا ممكن ما تستلم أي نوع من أنواع الإعانات أو حتى ما تستلم ضمان اجتماعي أو معاش تقاعدي وتأثرت خلال هذه الأزمة يعني هل يمكنها التقديم حق مثل هذه البرنامج؟ أي نعم أختي لولو دكتورة لولو إحنا طبعا سياستنا المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية منذ تأسيسها من 12 سنة نركز على الأسر المحتاجة تقريبا يعني ساعدنا عدد كبير. فشغل المؤسسة ليس متعلق فقط مركز على الأيتام والأرامل. نعم. نكفل ما يقارب 11,000 يتيم وأرملة. نعم. لدينا طلبات يعني معيشية وعلاج وزواج تأتينا بصورة مستمرة. طلبات المحتاجين إحنا يعني قاعدين نشتغل عليها من ما يقارب 12 سنة فعندنا خبرة يعني كبيرة في قضية دراسة هذه الطلبات دراسة وافية. قضية المحتاجين طبعا اللي هم ما يشملهم ما عندهم ضمان اجتماعي ما عندهم معاش تقاعدي هذين يقدمون ليش لا ونقوم بدراسة طلبهم من ضمن المعايير الموجودة. نعم. لأن إحنا اللي يدش موقع إلكتروني ويسجل بيشوف فئات موجودة يختار الفئة وموجود في فئات أخرى. صحيح. فإحنا فتحنا الباب حسب المعايير اللي بيسجل يكتب في أخرى يكتب الضرر
ويشرح الضرر ويثبت ما الضرر هذا بكل أريحية وبكل سهولة. يعني أستاذ بدر شوف أنا شو بصير متطفلة وبسألك سؤال تفضل. يمكن هذا سؤال شارع أكيد وايد ناس بيسألونه. أنا متضررة لكن ما عندي ما يثبت يعني ما شارحة شايب شايب ما يثبت يعني أنا متضررة لا أستلم مثلا شيء مثلا من أي جهة من الجهات لكن متضررة في هذا الوضع كيف أثبت ذلك؟ يعني ساعات كلمة وما يثبت ذلك قد الأشخاص ما يقدرون يفسرونها. أنا بقول لك أنت في أسرة منتجة ما تتبعين وزارة التنمية ولا أي جمعية ما تحصل على ضمان ما تحصلين على شيء لكن قاعد تشتغلين بروحك مثلا عندك من إثباتات إنستغرام عندك نحطين مثلا رقم آخر ممكن الرجوع له طيب عندك مثلا بعض الصور الموجودة اللي قاعد تبيعين فيها قولي ممكن تكون أسرة فقيرة لكن أسرة فقيرة تقول أنا تشرح لنا أسرة فقيرة إحنا عندنا شيخة طاقم فريق خاص من الاختصاصيات الباحثات إحنا ما بنعتمد فقط على الموقع بما يسجل فيه نعم. ممكن تقول ما عندي ما يثبت الضرر لكن أنا أتصل فيها دراسة حالة وأدرس حالته جميل جدا وأخذ بياناته وعندنا تنسيق مع الجهات المعنية علشان نتأكد من البيانات والمعلومات طيب وبعد ذلك أقول لها بجلس وياها حتى 15 دقائق أدرس حالتها عن كثب صح. وعندي رقم ثاني أتصل أقول لها دي الحالة بالفعل يعني متضررة ولا لا فيما معناه يعني الاتصال بصديق يعني. نعم. أوكي فإحنا هذه المواضيع لا يحطونها المجتمع اللي متضرر وما عنده إثباتات يسجل نعم. على الرحب والسعة ما يقول لا سجل خليه يسجل احنا راح ندرس كل طلبه بطلبه صحيح. وان كانت الطلبات يعني بدايه امس جدا كثيره حقيقه حسب اللي شفناه في الموقع ولكن راح ندرس طلب لكن بالكم طويل بدر لو كانت هي لا كثيره انتم بالكم طويل بدر نخوي فواز هاي شغلنا صحيح. احنا شغلنا فكل واحد يقدم من حقه نتصل فيه ونرد عليه حتى نرد عليه بالرفض لكن نقول له ليش رفضناه بالفعل فأسباب وإحنا أسرنا يعني أسرنا أسر متعففة جداً. أسرنا أسر حتى لو ما عندها يعني ما تطلب لازم يعني إحنا فعلا نبتدي في هذه الجائحة نراعي هذه الأمور كلها ونوصل لهم مثل هذه المعلومات المهمة اللي فعلا راح تفرق معهم إحنا دكتورة وايد تين اتصالات وايد الناس يحاولون علينا حالات نتصل بال يعني من ورا نعم. نتصل فيهم ما يدري وش السالفة مساكين ما قدمه ما قدمه لكن في ناس تسعى بالخير لهم أيوة يزكر الله خير الفواز تسعى في الخير نعم. يوصلنا مسج إن هاي الأسرة متعففة تصلوا فيها فهي تشوف حالتها حالة أيوة. صحيح جائحة كورونا يعني أضرت مؤسسات وشركات وأفراد وأسر منتجة لكن أضرت أيضا بالفقير اللي كان يحصل زكاة اللي كان ناس تطق بيته تعطيه شيء يعني يمكن احنا في البحرين ما عندنا فقير انا كلمه فقير شوي لا ما في فقير الفقير اللي هو معدوم احنا نتكلم عن يعني شخص مساكين الفقير اللي هو المعدوم ما يلقى قوته يومه نعم زين احنا ما عندنا الكلمه ما شاء الله يعني هل البحرين كريمين بالفعل الجيران يطقون الباب يعطون ما عندنا هذا الشيء ايوه بالضبط نقول اللي يعني متعفف اللي قصرته الحياه يبي يعيش بكرامه بعيش حكومتنا مقصرة صراحة بالفعل. وأهل البحرين مو مقصرين خاصة في رمضان ما شاء الله عليهم يعني في رمضان الزكوات والصدقات طول السنة في طول السنة عباد الخير والبر والتقوى والإحسان هل البحرين دائما بيبانهم مشرعة أنا قلتها من قبل بيباننا مشرعة مثل ما هي قلوبنا مشرعة البيبان مشرعة الكل يدخل بيت جارة الكل يدخل فريج ثاني ويدخل يتغدى ولا يتعشى كلنا أهل وكلنا أخوان أنا بتوقف معك بدر شوية مع تقرير زميلنا العزيز حمود الجيب عن نفس الموضوع وبنرجع لك بالتأكيد نستكمل حديثنا في هذا الجانب المشرق والإيجابي بهذه البسمة الجميلة الله يحفظك الله شوف تقرير حمود الجيب مبادرة فينا خير أثبتت نجاح موقف الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين وتعد إحدى المبادرات الوطنية الهادفة التي تؤكد مواصلة العمل بإصرار كبير لمواجهة مختلف التحديات والصعوبات وهذه المبادرة تترجم التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتعكس رؤية جلالته وحكمته في تجاوز الظروف الاستثنائية بتكاتف كل أفراد المجتمع مبادرة فينا خير التي وجه لإطلاقها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والذي لطالما كان همه الأول دائماً هو مساعدة الآخرين ودعم المشاريع الإنسانية وتشجيعها واليوم سطر جديد يكتب في كتاب سموه للإنجاز والمسؤولية إذ أطلقت المؤسسة الملكية وبالتعاون
مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خدمة تسجيل لطلب الدعم للفئات المستحقة إلكترونياً، وذلك عبر البوابة الوطنية لمساعدة الأسر البحرينية المتضررة من جائحة كورونا والتخفيف من الأعباء المادية التي يواجهونها في هذا الوضع الاستثنائي. وستعمل مؤسسة على دراسة جميع الطلبات بالتعاون مع الجهات المختصة للتأكد من استيفائها للشروط حسب المعايير المطلوبة، تمهيداً لإقرارها وتقديم الدعم اللازم للحالات المستحقة وفقاً للنظام والإجراءات المعتمدة. حياكم الله من جديد، وفي حديث لا يخلو من الإيجابية مع صاحب الابتسامة الجميلة معنا في الاستديو أخونا بدر. وبنرجع لك بدر، نتكلم عن التقديم، شلون يمكن التقديم لهذه الخدمة وش المطلوب لمن يريد التقديم، يعني شو فترة التسجيل لهذه الخدمة؟ أمور كثيرة، تساؤلات كثيرة، احنا ننقلها لك بدر. انتوا دائما كل ليلة ابتساماتكم انتوا ولولو يعني ما تخلص، زي ما شاء الله عليكم. التفاؤل دائما موجود بدر، احنا نبي نتفائل اخوي فواز، الدنيا قصيرة، لا انت متفائل، نتفائل ونكون نعيش بسعادة. دامك في البحرين انت متفائل ومبتسم دائما. البحرين ما يحتاج فخر لنا كلنا يعني على قلبنا على راسنا. طبعا الاجراءات اللي يعني يجب ان يتم قصدي بالنسبه لطريقه التسجيل قصدكم. طريقه التسجيل طبعا احنا مثل ما قلت في بدايه اللقاء تم الاتفاق مع هيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه على تدشين يعني وصله خاصه للتسجيل الالكتروني بسبب اوضاع كورونا. نعم. فبالفعل اشتغلنا كفريق واحد مع الحكومه الالكترونيه جزاهم الله خير، قاموا في وقت قياسي بتجهيز هذه الخدمه منذ اللحظة الأولى تلقينا فيها توجيهات سمو الشيخ ناصر واللجنة التنسيقية بتدشين هذه الخدمة. فالراغبين على التسجيل لهذه الخدمة يدشون صفحة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ومن ثم في وصلة خاصة باسم اللي هو خدمة تسجيل لدعم الأسر المستحقة أو الأفراد المستحقين من المتضررين من آثار فيروس كورونا، ثم يدخلون هذه الوصلة. طبعا يتم يعني تطبيق الاسم مع الرقم الشخصي وتاريخ انتهاء البطاقة الذكية، تأكد المعلومات حسب الإجراءات الموجودة، ومن ثم إذا كان يعني مطابق للاشتراطات يقول له انتقل، إذا مو مطابق يقول له أوقف سامحي يعني. فأحيانا يقول له مطابق معلوماتك تحتاج إلى تجديد، فلازم يروح يحدث بياناته علشان يقدر يواصل في بقية الخطوات الخاصة بالتسجيل. نعم. ثم يقوم باتباع الخطوات التسجيل ليملأ البيانات بدقة في كل حقل من الحقول الموجودة، وطبعا أهم حقل اللي هو التضرر اللي من ساعة ما يثبت عندها علامة استفهام على ما يثبت. ما يثبت. نعم. ممكن ما يثبت لكن خلي يشرح. نعم. يقول أنا كذا كذا، يعني أنا أمس مرت علي حالة طرشوها لنا الحكومة الإلكترونية، هي حالة ومتضررة كانت تقول أنا معاني الأمرين في الحياة، يعني هي يعني مطلقة وكذا، فمسكينة عندها ديون عندها قروض عندها كذا. نعم. طبعا ذي الحالة حتى إذا ما حصلت هني لكن إحنا بنحولها تحصل على نظام المؤسسة المساعدة المعيشية. جميل جدا. فإحنا أبدا بتحصل إن نعم. شاء الله. فيعني اللي يقدم هني ويقول متضرر ما حصل على ذي الخدمة أختي يقول له بيحصل على الخدمة الثانية. نعم. فإحنا يعني ناس ما تفضلت البحرين ما بتخلي عيالها. لا لا إذا ما حصلت في هذه الفترة راح تحصل في جانب ثاني. لا 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 ما بنخليهم أبدا، متابعهم نتصل فيهم نطيب خاطرهم. لأن يعني أنت تصلين بالواحد تطلعين منا بدعوة حلوة. بالفعل. أيوة والله يعني إحنا ربعنا اللي قاعد يشتغلون يقولون بعضهم جزاك الله خير يا أخوي بدر. أيوة خليتنا نشتغل. كم دعوة حصلنا؟ أيوة يكفي الكلام الطيب. أيوة مع الناس اللي قاعد يتواصلون معاهم هاي بروحة أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى. يفرحون أخي فواز. أيوة يعني إحنا نطلب منهم الآيبان مثلاً عشان نحول لهم حساب. قال لك شنو الآيبان؟ الآيبان اللي هو الحساب. لا أقول لك قال لك شنو ساعات أنت تتعامل أيوة معه يعني كبار سن يقول لك شنو الآيبان يما فيعني هذه بحد ذاته أنت تعطيك. لا عقب تيلة يا فواز دعوة كذي تحس إن يومه كله توافق. أي والله. يعني إحنا حتى بعد إحنا في الإعلام ساعات إذا نقدم برنامج صباح الخير البحرين والبرامج اللي كلش مقربة إلى قلبي، من الأسباب اللي تخليني أقوم من الصبح وآي وهالكلمة اللي أسمعها، أسمع بس دعاء ناس أنت سعيت أن تفرج همهم، فما بالك أنت واللي ما شاء الله عليك على قولتك ولا استمارة بتروح، إحنا كل استمارة بندرسها وبنشوف لها التوظيف السليم إن شاء الله لها. إيه نعم بالضبط، يعني فلذلك إحنا يعني دائما نكون قريبين
من اللي يقدمون، ما نكون بعيدين عنهم، نتابع كل امورهم. فالمهم يتابع اجراءاته ويشرح الضرر ويثبت ما يعني الضرر ماله، واذا ما كان موجود اختي له ماشي خلي يقدم عادي، واذا كان عنده التزامات ماليه عشان لازم نعرف الظروف الموجوده، واذا بعضهم يعني ايضا تضرروا من قضيه بعض الاعمال، يعني كان يشتغل مثلا والحين صارت ظروف معينه ما يشتغل، ايضا يثبت ما ذلك ويشرح الموضوع، بعد ذلك يتم انتقال الخدمه الى عندنا في المؤسسه الملكيه الاعمال السرية. جميل جدا. يعني هل من تطبق عليه شروط راح ينصرف له المبلغ مره واحده او اكثر؟ هو حسب الاتفاق مع الجهات المختصه وعندنا المؤسسه. هذه الخدمه طبعا اللي تنطبق عليه شروط مثل اللي يعني على شاكله الفئات التي تم صرف لها مسبقا من قبل الحكومه والتنسيقيه اللي ما على مدى 3 شهور. نعم. يعني ممكن تبدا الخدمه، احنا مده التسجيل بعد انتهاء مده التسجيل ابتداء من شهر 7 راح نصرف له 7 و8 و9 3 شهور بمبلغ على حسب نوعيه التضرر ونوعيه الفئه. فلذلك هم مره واحده ولكن على 3 دفعات. على بنفس المبلغ الموجود، المبلغ تقول لي كم، ولكن هذا يعتمد على نوع الفئه ونوع التضرر عشان بعد ذلك احنا نحددها. صحيح. لذلك احنا معاك 3 شهور بس بعدين طبعا يعني ان شاء الله يا ربي اكيد تنزاح هذه الغمه ونرجع حق اشغالنا الطبيعيه وترجع حياتنا مثل قبل واحسن، واكيد هذين بيحصلون بيرجعون حق حياتهم القبليه وان شاء الله بيقدرون يقفون على رينهم. لازم. واكيد لازم. احنا ما بنخليهم. الدوله ما قصرت قتيل الوا، فلازم بعد ذلك المواطن كلنا كمواطنين من الصغير للعود لازم شوي تحمل بنفسك. بالفعل. بدر انا دائما مكلف ان انا قاطعك في الكلام، انا بقاطعك عشان نروح معك تقرير. أيوة. لكن بنرجع لك اكيد. حمله فينا خير اللي اثبتت نجاح موقف الشراكه المجتمعيه في مملكه البحرين متواصله في عطائها، حيث اطلقت لجنه تنسيق الجهود ومتابعه توزيع التبرعات في مشروع غذائك في بيتك. نعم، هذا الموضوع اللي تكلمنا منه قبل شوي، هذا المشروع نفذت المؤسسه الملكيه للاعمال الانسانيه بالتعاون مع وزاره الداخليه بهدف دعم الاسر والمواطنين البحرينيين المحتاجين والمتضررين من وباء كورونا. الزميله شوق العثمان كانت متواجده في هذا الموقع وجهزت لنا هذا التقرير، خلينا نشوفه معاكم وراجعين نواصل حديثنا الشيق مع استاذ بدر. حملة فينا خير التي حققت تجاوبا شعبيا كبير مستمرة بعطائها الغير منقطع، مؤكدة بذلك على الدور الإنساني والخيري المتأصل في مملكة البحرين والممتد إلى ما لا نهاية. طعامك في بيتك عن طريقة نوصل المواد الغذائية المناسبة للأسر المحتاجة وفي ترتيب خاص، أما يستلمون من المول سوبر ماركت أو اللي ما يقدر يوصل عندنا متطوعين يوصلون لهم، وهي جزء من العديد من المبادرات اللي نقوم بها. الخطوة الثانية في توزيع المساعدات الغذائية لكل المحتاجين، للأسر المتعففة والأرامل والأيتام، وأيضا لمن فقدوا أعمالهم من العمالة المقيمة في البحرين، وتنطلق اليوم بتوزيع 20,000 سلة غذائية، وإن شاء الله راح تستمر هذه الحملة المباركة في هذا البلد المبارك المعروف عنه طيبة أهله ووقفتهم مع الجميع. احنا فخورين ان احنا جزء من ذي الحمله، وهالحمله صارت في رقم قياسي طبعا، يومين وتعبت هذه 20,000. هذه الحمله مو غريبه على البحرين وهي جزء من فينا خير. احنا اذا بدايه شفنا ان الحكومه حطت 4,300,000 وفينا خير وصل ل 37، وهذه اكد مدى تعاضد واتحاد المواطنين وغير المواطنين في مملكة البحرين لمساعدة الآخرين. الحملة راح تخفف أعباء كثيرة على الناس، ف
فالحملة إن شاء الله راح تكون وراها حملات غير. بالتأكيد تحية حب وتقدير لسعادة الدكتور مصطفى السيد ولجميع يعني منتسبي المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. اليوم مثلهم اليوم معنا في الاستديو الأستاذ بدر قنبر. يعني أستاذ بدر، لو عدنا للحديث عن خدمة تسجيل طلب الدعم للفئات المستحقة ضمن حملة فينا خير، من الممكن أن هناك العديد من التساؤلات لدى البعض، وبخاصة من يعتقد أن الخدمة غير شاملة له وهو بحاجة للدعم. شلون يقدر يتواصل معكم؟ طبعا يتواصل معنا، عندنا الأرقام، الخط الساخن. طبعا اول شيء التسجيل يعني موجود على طول. هذه شرحناه وانتهينا من خلاص الموضوع منه. عندنا خط الساخ، ونشكر بتلكو اعطانا هذا الخط وايد حلو، ينتهي باربعات سهل خاصه الحفظ. بكورونا سهل الحفظ. كم الرقم عشان بعد المشاهد اللي تابعنا؟ اي نعم، طبعا الرقم 38 28 4 4. جميل جدا. وعندك 38 10 4 4. جميل. طيب يعني طبعا يتصلون خلال اوقات الدوام الرسميه، لان 24 ساعه شيء متعب. صحيح، اكيد. لان امس فواز بس امس 1730 مكالمه. الله يكرمكم ويقدركم. الله يعطيكم الصحه والعافيه. من الساعه 8 الصبح للساعه 2 كله اجر. فالفريق احنا قاعدين نشتغل فرق عمل يعني متكامله، خليه عمل يعني دائما فيها الخير والبركه ان شاء الله. وانتم فيكم. فمن الاحد للخميس ومن الساعه 8 الى الساعه 2 خطين الساخنين اللي قلت عنهم، واحنا تحت يعني الخدمه، فاحنا نرد على اي مستفسر باي طلب، وسوينا سؤال وجواب اعطيناه فريق العمل. ممتاز. لاي سؤال قد يخطر على البال موجود فيه مفاجئ، وقلنا لهم بعد في اي شيء رجعوا لنا كاداره احنا نجيب عليه، وتعطون الكاستمر علشان يعني تكون الصوره عنده واضحه. نعم. حتى الارقام اللي تكون مسكول بعد نرد نتصل فيهم ويعني نجاوب على اسئلتهم. نعم، يعني فعلا تعامل جدا راقي مع الموضوع. ويعني احنا نشكركم جزيل الشكر. لو عندك كلمه اخيره حاب توجهها غير طير الورود الاربعه الاولى. كورود وايد احنا ما قصروا لريسه، بس كنت بوضح اليه دراسه الطلبات. يعني اليه دراسه الطلبات وايد مهم ان المشاهد يعرفها وتعرف الناس، عشان احنا يعني نشرح شفافيتنا ودقتنا في هذه المواضيع. طبعا عقب ما تينا الطلبات من الحكومه الالكترونيه والنظام السيستم موجود عندنا الداخلي، نقوم بطبعا عندنا فريق خاص بدراسه هذه الطلبات. صحيح. دراسه مستفيضه، يشوفون جميع المعلومات، يشوفون الاوراق الثبوتيه المستندات ان وجدت، يشوفون شرح الحاله، وان استدعى الموقف مثل ما قلت من ساعه يتصلون بمقدم الطلب وياخذون منه المعلومات والبيانات الاضافيه علشان تكون الصوره واضحه. بعد ما نخلص هذه الطلبات في لجنه مختصه تقوم بدراسة هذه الطلبات دراسة وافية، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب للصرف. وتتواصل مع الشخص. بالضبط، نتواصل مع الجهات المعنية ونتواصل مع الشخص وكامل. بعد ذلك نحاول الاعتماد الرسمي من قبل إدارة المؤسسة، وبعد الاعتماد الرسمي طبعا نقوم بتحويل المالية، وبعد ذلك نقوم بالاتصال بالشخص ونفرحه، نقول له ترى مساعدتك خلصت وإن شاء الله راح يتحول على البنك المساعدة لمدة 3 شهور بإذن الله عز وجل. جميل جدا، وإن شاء الله يا ربي كل محتاج يحصلها ويسعد إن شاء الله. كلمة أخيرة طبعا هي ورود كثيرة، تسمحون لي عشان أختم ذي اللقاءات. أنا طبعا مثل ما قلت لك فواز مساعة من أمتع اللقاءات اللي طلعت فيه في التلفزيون. أنا طلعت يعني لقاءات كثيرة، لكن ذي لقاء حيوي وإيجابية وابتسامات ما شاء الله متميزة، وأيضا أريحية في اللقاء. أنا طبعاً حبيت يعني أشيد أولاً بفريق البحرين، أشيد بوزارة الإعلام، أشيد المجتمع الواعي على دورهم الكبير في هذه الأزمة. الله يعني يبعد عنا، تنتهي على خير ونصفر الحالات إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. نطلع فرحين مع بعض، وأي هني وأنا مستانس وياكم إن شاء الله. إحنا مستانسين، لكن نفرح بزوال وباء كورونا عنا جميعاً. أكيد. فإشارة كبيرة بفريق البحرين، إشارة كبيرة بهذا الإنجاز، بالشراكة المجتمعية، بتفعيل هذا الدور الترابط الحلو والجميل ما بين كل مؤسسات الدولة، من أجل أن احنا نشتغل من أجل المواطن البحريني ومن أجل كل مقيم على هذه الأرض الطيبة. شكر لجلالة الملك، شكر لرئيس الوزراء الله يحفظه، وشكر لسمو ولي العهد اللي بالفعل أدار هذه الأزمة باقتدار.
باقتدار وبحكمة وبمرونة، وأدارها حفاظا على صحة المواطن. ما في قرارات متسرعة، في حكمة، في نظرة بعيدة المدى. احنا ساعات كمواطن نقول ليش ما صار كذي، ليش ما فتحوا المسائل، ليش ما... لكن احنا في اشياء ما نعرفها. نعم. لكن هذه اللجنة قاعد يعني بإشراف سمو ولي العهد وبقيادة ايضا يعني فريق البحرين اللي استطاع بالفعل ان يدير الأزمة إدارة محكمة. فشكر لكل فرد من فريق البحرين، من طواقم طبية، من وزارة الداخلية، من جميع الإداريين اللي يعملون وراء الكواليس. نعم. من ضمن يعني فريق سمو ولي العهد. شكر من الأعماق أيضا لقائد العمل الإنساني سمو الشيخ ناصر اللي أطلق حملة فينا خير، اللي بالفعل نحمد الله عز وجل على نجاح هذه الحملة والثمار الجميلة اليوم اللي نشوفها. طلع الخير اللي فينا هاي الحملة، طلعت. نعم. الخير. نعم بالضبط. فشكر لسمو الشيخ ناصر، شكر لدكتور مصطفى السيد اللي بالفعل طلع هني ذي البرنامج وغيره، وشجع المؤسسات على التبرع، وكان بالفعل يعني مجموعة تبرعات جميلة، وهناك مبررات كثيرة، والآن متبرعين يشوفون ثمار هذه التبرعات. وشكر لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ولكل فريق فيها، وبس مؤسستي. بتتعب لو بتشكر، لأن كل الجهات يستحقون الشكر. لا معالي، بس مؤسستي الفريق العام اللي يشتغلون ليل نهار لازم أشكرهم. أكيد. فرد جميع الموظفين بلا استثناء. أشكركم فواز وبولوة، أتمنى لكم كل توفيق، والله يرفع قدركم، يرفع قدركم، وإن شاء الله يحط كل أمالكم. يعطيك العافية. وبالنسبة لطلبك الأول، الأستاذ عز رئيسة التحرير ومخرجنا عبد الرحمن المناعي يقول لك الدعوة مفتوحة لك للتواجد معنا إن شاء الله مع آخر حلقة اللي احنا نقول صفرنا فيها جهود فريق البحرين. احنا موجودين إن شاء الله معاكم وجميع المصورين وجميع يعني الستاف اللي عندكم، يعني جهودهم ما شاء الله عليهم من بداية الأزمة للحين. جهود الأستاذ بدر علي قنبر مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، كل الشكر والتقدير لك. يعطيك العافية. حياكم الله وسعيد. وشكر موصول لكم مشاهدينا، ابقوا معنا، فاصل وبالتأكيد لنا عودة في برنامج مجتمع واعي، واليوم حلقتنا لـ 11:30. ترى البحرين تستاهل. عشان البحرين. البحرين أمانة. ترى الديرة تستاهل. ديرتنا أمانة. أمانة في أعناق الجميع. هذه مسؤولية تجاه وطنك. البحرين أمانة. البحرين تستاهل. عشان البحرين، عشان أمي، عشان أبوي، عشان كل واحد نحبه، إحنا هني. أتواجد في مقري في الدوام لأكثر من 12 ساعة في اليوم. نعمل ليل ونهار من أجل حمايتكم. نوفر لكم الراحة والعلاج. إحنا موجودين ونحارب هني. هدفنا سلامتكم وراحتكم. دورنا هو استمرارية الخدمات الصحية للجميع في مملكة البحرين. سهرانين من أجلكم. حطوا يدكم بيدنا، خلنا نحمي ديرتنا. أحبتي التزموا بتوجيهات المختصين. صار لي أكثر من شهر ما أقدر أحضن عيالي. وتواصل على مدى 24 ساعة مع فريق العامل في مراكز العزل. نسهر علشانكم ونتعب علشانكم، خلونا إيد واحدة. أثر الماسك هو تعب، بس تعب حلو، تعب بطعم الشجاعة، تعب من أجل البحرين. دورنا كأطباء مهم، لكن أرواحنا بين إيديكم. نحن نسهر علشانكم. ساعدونا نحمي البحرين. علشانكم إحنا متواجدين هني. نسهر عشانكم. نعمل من أجلكم لنصل بالوطن إلى بر الأمان. احمي نفسك واحمينا. صحتكم أمانة، البحرين بعد أمانة، عدكم وعدنا. ربي يحفظنا ويحفظ هذه الديرة. كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة يشعر بالفخر والاعتزاز بالأشياء اللي قاعدة تسويها البحرين بالجهود في مواجهة فيروس كورونا وللحد من انتشاره يا فواز. صدقت يا لولو، جهود كبيرة يبذلها فريق البحرين بكل أعضائه ومنتسبيه من كوادر طبية وأمنية وإعلامية والعديد بعد من العاملين في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص. فاليوم يا لولو، لكل شخص دور يساند من خلال الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا. صدقت يا فواز، يعني وأبسط هذه الجهود اللي ممكن لأي فرد
انه هو يسويها انه يقعد في البيت ويطلع للامور الضروريه فقط. يعني ما اعتقد فواز اسهل من هذه الامور يشوفها. وايضا بالاضافه الى انك لازم تطبق مبدا التباعد الاجتماعي وما تسوي تجمعات وتحرص على ارتداء الكمامه دائما وتحافظ على نظافه اليدين، اسهل من هذه الامور ما في، وعيش حياتك ان شاء الله. تجاوزني يا لولو لهذه المرحله يعتمد بشكل كبير على تعاون وتكاتف الجميع والالتزام بالتعليمات والارشادات الصادره من الجهات الرسميه، والله يحفظ البحرين واهلها يا رب. اللهم امين يحفظ البحرين. وصلنا معاكم اليوم لختام حلقتنا اليوم، نلقاكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج مجتمع واعي. فمان الله. فمان الله ومن السلامه.